سمعت الخبر ده بيفكروا يدمجوا الاسكان والسينما والسياحه مع بعض. ودي فيها ايه؟ فيها ايه يعني ايه؟ بالطريقه دي فرصتك هتقل. بالعكس، ما دام فكروا كده يبقى اكيد هيفكروا يدمجوا الخارجيه والاوقاف والري في وزاره واحده. ولحسن الحظ انا معايا دكتوراه في العلوم السياسيه من جامعه هارفارد، وماجستير هندسه ري من جامعه كاليماري فرع صوب بيت. انا عاوزك تتفائلي تماما. عن اذنك. على فين؟ على فكره ايه لك واحد من التليفونات النهارده ركب تليفونين جداد في المطبخ واربعه في الحمام وسته في اوضه الاولاد عشان ما يبقى لهمش حجه ويقولوا لي تليفونك مشغول. اوعى اوعى يا شغلانه. خلاص ارفع معايا. ايوه انا عاوز اتنين باب وشباك. ها بسرعه بسرعه خلصوني. شفت الكشك؟ جميل. ايه الحلاوه دي يا سعاده البيت؟ هريدي شفت؟ ايه؟ علشان اذا حصل ان شاء الله من غير مقاطعه هبقى عملت كشك الحراسه على حسابي تمام، زي ما عملت الستاير العربيه السوداء من حر مالي، يعني ما حدش دفع لي حاجه، يبقى ما حدش له حجه بقى. ايوه طبعا يا بيه، ربنا يوفقك يا بيه ويزيدك من نعيمه ويعلي مراتبك كمان وكمان. نفسي انولها. هسولها ان شاء الله. بس بقولك ايه يا بيه، تاخدنا جنبك بقى في تانية بنطلونك كده. اتكعبل يا هريدي، تانية بنطلوني ايه؟ هتنولها يا ريت يا هريدي. هتنولها يا بيه. ادعيلي من قلبك. ادعيلك يا بيه ان شاء الله هتنولها. من قلبك. من قلبي يا بيه هتنولها. دار يا هريدي هتنولها. اقدر قول حاجة يا رب. يا رب. يلا بينا. يلا بيه. مع الف سلامة يا بيه. مع الف سلامة. مع السلامة يا بيه. مع السلامة. مع ألف سلامة يا بيه. هريدي هو البطيخ طلع؟ نعم أنا مشتاق وعندي نوعات. نعم أنا مشتاق وعندي نوعات ولكن مثلي لا يزع له سر. عاوز ايه مني يا هندوي؟ بحبيها بحالي. هي ايه دي؟ الحلبة. المهم انا قلت ان سعادتك داخل وهتنول. ايه يعني هتنول ايه؟ عشان كده جيت لك من البلد طوالي تبصرني وتنورني. بخصوص ايه؟ الولد ابن ابو سليمة ابو لسان زالف ده داير في الكفر كلاته يقول بطلودي واسمعودي. قال ايه؟ ناويين يضموا السيمي والسياحي والاسكان ويحطوهم في قفة واحدة. نفسي في المجموعة دي. قلت له ايه اللي جرى في الدنيا يا ابن ابو سليم انت؟ قال لي جرى اللي جرى يا هنداو وبكرة تشوف. هيخلوا شركة المخابز تبع وزارة الخارجية وهيضموا شركة المكروني على جهاز الفول والطعمية ويبقى تبع وزارة الثقافة. وقعد الواد يقول كلام خايب كده ملوش معنى. وقال ايه على رأي المثل؟ ايه لم الفسخاني على الموردي. وانت قلت له ايه؟ قلت له اخرس يا واد يا فاسل انت. ورحت رأعه يا بيه مثلاني كمان. قلت له ده انت كلامك على رأي المثل زي هزار الحمير كله رفص وعض. ايش عرفك انت يا واد يا خايب انت بالقصد والنيه اللي انت متعرفهاش يا بيه؟ دي طبيعه المرحله يا اخ هنداوي. لكل مرحله طبيعه ولكل طبيعه مرحله وهكذا دواليك. فهمت؟ المهم سعادتك تكون فاهم.
خليها على الله يا دو. عداك العيب يا بيه، عداك العيب. انا برضو قعدت افكر مع نفسي كده وقلت مش يمكن حكايه ضم السيمة على السياحي يكونوا ناويين يشرطوا على السياح ان هم ياخدوا تاشيره دخول السيمة بالدولار. يشرطوا على السياح ياخدوا تاشيره دخول السيمة بالدولار. ده برنامج العمل بتاعي في المرحله الجايه. طمنتني إلهي، طمنك وريحت قلبي ويجعله عامر يا بيه. إلا فين الحلبة بالحليب يا باشمهندس؟ احنا دلوقتي داخلين على عصر ريفورم ايكونوميك، والوزارة الجديدة لازم يكون فيها رجال أعمال. أكيد أكيد يا عزيز، الأيام الجميلة جاية. وعشان كده أنا عاوزك تفكر في الموضوع ده. هوت عبده مشتاق مش أحسن منك بأي شكل من الأشكال. لا لا سوري سوري عزيز، معلش مش فاضي للوزارة ومشاكل الوزارة. أنا دلوقتي اللي شغلني مشروع كبير. مشروع إيه؟ الأوتيلات الكبيرة، استوديوهات السينما بتتباع في الخصخصة بتراب الفلوس. فعلا ده جروند أوكازيون، أوكازيون كبير قوي. اسمح لي، أنا لازم أستثمر فلوسي صح؟ إيه رأيك؟ مظبوط. ولا تلاقيك انت بتستثمر فلوسك بقى في شراء جزر مطارات يا اخي النيس. انا سمعت ان هيئه المجتمعات الجديده عملت لنا مدينه سكنيه هيطلقوا عليها اسم مدينه الغراب. ما تصدقش ده كلام جرايد. انا مش فاهم يا اخي، انت دايما تديني معاد ليه على القهوه دي بالذات؟ دي حاجه تقرف. الله جرايه حريقه، والموظفين احباب الله، بص لهم كده ناس في منتهى الرقه والوداعه. صحيح يا اخي، مش كل اللي في الدنيا معازيم. المهم يا جعوره، بارك لي رسيت عليا مناقصه الاذاعه، هورد لهم 1800 اغنيه عاطفيه تلحين وتاليف ومسرحيه. بس ظرفني تعرفني. لا يا حبيبي انا اسف قوي، ماليش في السكه دي. انا زمان غنيت غنوه عاطفيه دخلوني السجن الحربي. انتم عرفتم اخر الاخبار ايه؟ سعد افندي بنته جابت مجموع يدخلها الطب عشان بعد ما تتخرج تعالجوا من فقر الدم. انا ما عنديش بنات خالص، جات نيله حصنها الهباب. بالحق حريقه. ايوه انا كنت مزنوق لك في غنيوه كده، عايز اغنيها في فرح بنت ابوها فاتح مطعم. طيب ما تاخد الاغنيه اللي كتبتها في اسبوع المأكولات الطلياني عن المكرونه الاسباجيتي. الله، مكرونه الاسباجيتي. ايوه دي تتغنى بالشوكه دي. كلماتها بتقول ايه؟ ايوه هقول لك اهو. يا عمي الله، يعني بتطلعها من الحله؟ ايوه بتقول بحبك يا صلصة يا زنت المسبك، بالجبنة الرومي مفيش حد قدك، يا زنت المسبك يا زنت المسبك يا زنت المسبك. الله طعمة ده الكلام، السميعة لما يسمعوها يشبعوا، تجيلهم تخم. رائع يا حريقة. الله بتضحك على ايه؟ اقول لك، انا بعد ما شققت الفكه بالجماعه الطلعينه انا بتاع اغنيه عاطفيه. حرنا لك. بتقول ايه؟ بتقول يا سيدي، ايوه بحبك يا عزيزه يا زنت المسبك، بالكشر يا اختي مفيش حد قدك، مشبك مسبك مشبك مسبك مسبك مشبك. الله الله يا حريقه، دخلت المسبك في المشبك. انت عبقري يا حريقه، انت فنان. شكل يا فندم، شايف الطفل اللي لابس مقطع هناك ده؟
معقولة لحقوا يعينوه موظف زينا؟ يا مسعد يا مسعد يا مسعد. نعم يا كحيل بيه. لو حد من الوزارة سأل عليا في التليفون قول له ان انا مش موجود، قول له سافرت في الحمام. اتصرف انت يا مسعد بقى. حاضر يا كحيل بيه. نرجع لموضوعنا يا منصور، ليه مش عايز تصدقني؟ ليه مش عايز تقتنع ان العقارات هي احسن استثمار؟ عسلية تاني. صحتك يا منصور. قدر احمق الخطى سحقت جبهتي خطى. أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. متكيف انت مني قوي. قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطى. معلش يا حبيبي، أزمة وعدت، خيرها في غيرها. مش سامع. شيل دي وكلمني المرة الجاية. لو ضموا كل الوزارات في وزارة واحدة هتبقى فرصتي أكيدة. ادعيلي. ما بعرفش ادعيلك، ممكن ادعي عليك؟ لا 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 مرة. لا 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 لا